تأخر تاع الشباب الفئة اللي لم تنجح في المؤسسات تاعها كما تكلم عليها المدير العام لونساج ويقول لهم روحوا للوكالات ويشوفوا مع الوكالات. الوكالات راهم يروحوا للوكالات والوكالات ما يستقبلوهمش، يقول لهم احنا ما عندنا اي معلومه، احنا عطيناكم تخلصوا. وحنايا نحن ندافعوا على هاد الشباب ونقولوا يوفروا لنا العمل والادماج في المشاريع تاع المؤسسات المصغره والمتوسطه باش هاد الشباب هما اللي يديروا الاقتصاد في الجزائر مش الاجانب. هاد الشباب راه عندهم خبره عندهم امكانيات. قانون الصفقات العمومية الأخير لم يجبر الهيئات المعنية خاصة منها المحلية وفي مقدمتهم الولات عبر المديريات الولائية في مختلف القطاعات على منح 20% من المشاريع لأصحاب المؤسسات الصغيرة التي تم استحداثها في إطار أونساج. القانون الجديد الصفقات العمومية من شأنه أن يرقي مكانة الإنتاج الوطني والمؤسسة المحلية للإنتاج في إنجاز الصفقات العمومية، سيضفي أكثر شفافية في التعاملات. آلية جديدة لتشغيل الشباب وقوانين أخرى تمكنهم من المشاريع، إلا أن التلاعب وغياب آليات تطبيقية ضربت باستراتيجية الدولة في النهوض بالاقتصاد عرض الحياة.